الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه ان الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته في الحرب، وما تقرب الي عبدي باحب من اليه مما افترضته عليه، يعني فرائضي احب ما يمكن ان يتقدم او يبادر به العبد، وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. اذا هذه المبادرات من الاعمال الطيبه من اعمال السنه الصالحه امر مطلوب من كل انسان. ما معنى المبادره؟ المبادره بمعنى المسارعه، اي يسرع الانسان ويتعجل، وهذا هو الامر الوحيد في حياه الانسان المطلوب منه العجله، والا فانه في كل اموره مطالب بالتمني والدوله الا في هذا الامر المبادره. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وسارعوا الى مغفره من ربكم. وقال سبحانه عز وجل: وسارعوا